قول متابع المؤذن رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذه تكون بعد الشهادتين، يعني قبل أن يقول المؤذن حي على الصلاة. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله وتابعه السامع، فإنه يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا مقابل أشهد أن لا إله إلا الله وبمحمد رسولا مقابل أشهد أن محمد رسول الله وبالإسلام دينا مقابل الجملتين جميعا، لأن الإسلام مبني على الإخلاص الذي يدل عليه أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى المتابعة التي يدل عليها قوله أشهد أن محمدا رسول الله. نعم.